كل عام وانت بخير. اول شيء بمناسبه عيد الاضحى، احكي لي كيف كان اقبال الناس في العيد على الحلويات؟ والله لسه يعني اقبال العيد لسه ما ببين هلا، يعني بهاليومين يعني من اليوم والاكثر بكره، وزي ما بيقولوها الذروه بتكون يوم الاربعاء اللي هي يوم الوقفه، معروفه بالذات العيد الكبير لانه بيكون محدد يوم الوقفه، معروف سلف بالنسبه للناس، فالناس بتلاقيها نوع من المتعه انه تشتري يوم الوقفه. من ناحيه الملابس تلاقيهم بيروحوا بالنهار بيشتروا الملابس، المساء هم مروحين بيشتروا الحلويات، المعامل بالذات المعمول، يعني زي ما انت شايف اكثر طلبات على المعمول. والله الحمد لله اجمالا الاقبال كويس يعني ممتاز، بس بتعرف العيد هذا عيد الاضحى يعني بيكون اخف من العيد الفطر، كون الناس يعني العيد بسموه عيد الاضحى يعني عيد اللحم. انا عاده هم المتعارف عليه المعمول والكعك والحلويات، مثلا الكنافه الناعمه والخشنه، يعني مختلف الحلويات ما في شيء معين، يعني كل واحد حسب المنطقه تاعته بيحدد الحلويات تاعته. كل الحلويات المعتاد عليها بالعيد مثلا المعمول، برازه، غريبه، بتيفور، هاي الشغلات المرغوب فيها اكثر شيء للناس اللي برغبها بالعيد، ونمسكر البقلاوه كمان هذا لا استغناء عنك. شو الحلويات اللي عادة بتتقدم بالعيد؟ في راحة، في ناس بتحط هاي الراحة. ايش اللي بتكون راحة؟ اللي هي الجيلوبي اصلا بس عربية قديمة. الكعك العربي اللي بعجوة، الكعك اللي بفسه حلبي. كعك البيت عادي زي كل سنة يعني. بس هذا عيد اللحمة، أنت عارفة يعني شوي بيخففوا الناس من الكعك الحلويات، عيد اللحمة. أكيد من عادات التقليد اللي عندنا إنه شوكولاتات. معمول الحلويات بشكل عام سواء كانت بعمل بيتي من ست البيت أو جاهز، بس يفضل كعادات وتقاليد يعني أنه من ست البيت. الكعك، حلويات، تسالي إجمالاً، يعني القهوة، العصاير، هاي كلها بالعيش.